زيزو يعني، الصبيه مش عبتاه، ابويا صنايعي كهرباء. اللي زينا يا ولدي صغيرين في عينين الناس. يا معلم بقول لك 20 نقل لما ظهري طقطق. انا شايفك كبير ومريح يا عبد العزيز، بس انا قصدي تفضل شاطر على طول لحد ما تاخد الشهاده الكبيره. جامع كلمه شرق شرور، اشرار دي الجامع بتاع شرير. وخوفي عليك من شارع عبد العزيز وشغل السريحه ده هو اللي خلاني ازعلك. وما تخافش عليا، انا هبقى كبير قوي. اصبر يا اسمر، الغسالات استلمها في ميعاد والباقي هتاخده ان شاء الله قبل الميعاد. هتستلم البضاعه. سلموا البضاعه، انا كنت هسلمها النهارده. ممكن حرم من الورث وهو حي، لكنه خلفك لاجل ما تشيل حموله. واذا كنت ناوي تدفن ابوك هنا يبقى لازم تتجوز بنت عمتك رتيبه دي الوقت. قلت ايه؟ ولو ما اتجوزتش بنت عمتي يبقى تاخد ابوك وتدفنه مطرح ما جيت. ماشي، اللي يمشي في المولد يتحمل زق الدرويش. وده مش اي مولد، لا ده مولد سيدي شارع عبد العزيز. العنبايه لا وقت الطيب وتسوي فيه، اوعى تقطفها قبل اوانها. الله كريم. بتحلم تنط لحد فين؟ بنط لفوق قوي، مبقاش ليا حدود ولا سقف. انا عمال بجهز لك الورق عشان تعرف تستورد من بره. انت مش مصدق انك بقيت معلم بجد وعندك عين وراس مال؟ معاك فلوس هتاخد، ما معكش برضه هتاخد. بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح اهم براسي لفوق، لفوق قوي. غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني؟ حلوه قوي يا شيخ. انت قشطه على عاطف الدنيا. عبد الرحيم دي يا ام عبد الرحيم. فين؟ عايزه احضن ورده. سابت له دناه وراحت، والواد حبت عيني كل شويه عيان وسخن. يعني ايه بقى دوج؟ يعني كده قلتها لك 50 مره. هيقول لك هو مش الدكتور. انت بتشتغل ايه حبيبي يا عم لطفي؟ والله يا باشا انا استخرت ربنا وقررت ارشح نفسي للمجلس الدوره الجايه. والحزب بتاعهم ده مجرد وقر، وقر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسرقوا الشعب ازاي وياخدوا خير البلد ازاي. احنا عايزين ناس حلوه للمرحله اللي جايه. عبد العزيز اصل تربيتي ما عليك. عبد العزيز نجح زي ما سعادتك امر، اخترناك تبقى شريك لينا. العبرة في النهاية يا ولدي براحة الضمير، عشان كلنا هنموت وهنقابل رب عادل هيسألنا عن كل حاجة، واللي ينسى انه هيموت يبقى يعمل ما بداله. خاف من الموت يا عبد العزيز، خاف من الموت يا ولدي. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.